شيخنا الكريم، كثير من الناس يهتم بفضائل الأعمال من خلال سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر محمود ولا شك، لكنهم يغفلون أسباب قبول الأعمال، فلو تحدثنا عن هذا الأمر أحسن الله عليكم. هذا الموضوع موضوع طويل، اسمح لي أن أختصره بمثال. فإن أكثر ما نسأل عنه في مكة في الحرام عن المضاعفة، مضاعفة الصلاة، هل هذا المكان مضاعف ولا غير مضاعف مما هو داخل حدود الحرام، لأن الله جل وعلا جعل لمكة في داخل حدود حرمها خاصية أن الصلاة فيها مضاعفة بمائة ألف صلاة مما سواه، فيهتمون للمضاعفة ويغفلون عن أصلها، وهو أن يقبل الله عز وجل هذه الصلاة. الله، فإن الله إن قبل منك هذه العبادة وهذه الصلاة فأبشر بالمضاعفة، فالهمة تكون في تحقيق قبولها إخلاصا لله جل وعلا أولا، وموافقة لهديه وسنته وشريعته عليه الصلاة والسلام ثانيا، والله أعلم.